السلام عليكم، معكم أخوكم وليد إبراهيم مشطة، كلية اتصالات الرياض. درسنا اليوم عبارة عن نقل الصوت، مادة معروفة ودسمة ما شاء الله ولها طريقة في الدراسة. طبعا نقل الصوت اللي هو عندك مجموعة هواتف شبكية وهواتف أنالوج عادية مربوطة على سويتش على شبكة في راوتر. خلونا نستعرض اللاب. هذا التوبولوجي عندي قدامي، هذه الثلاثة الهواتف الشبكية وكل تحويلة تحت مكتوبة، وعندكم هنا الهواتف الأنالوج نسميها 1002 1002، تمام. وهذا هنا الأنالوج نفسه. نقدر الآن كيف نتحكم بهال الهواتف اللي موجودة عندنا. طبعا لازم في إعدادات تتم هنا وفي إعدادات تتم هنا حتى تشتغل معك الفويس تشتغل معك الأكسس. خلونا نبدأ. أول حاجة نسويها دام عندنا فيلان هنا وهذا رقم الآي بي، ندخل على السويتش وتعالي سويتش، تقول انيبل كونفيج تي وتنشئ الفيلان، فيلان 100 سواء 100 200 بيعطيك الفيلان، هو فيلان 15 هو رقم مجرد متغير. تقول له هنا فيلان 100 والنيم حقها فويس، بعدين اكسيت. ما انتهينا، باقي احنا عندنا هنا فاست ايثرنت وعندنا هنا فاست ايثرنت انترفيسز مرتبطة بالهواتف، فلازم نسوي لها سويتش مود. فنرجع للسويتش، تمام، ونقول هنا انترفيس في اللي طالعة من السويتش الى الراوتر، نقول له انترفيس فاس 0/1 انتر سويتش مود، تخليها ترانك سويتش مود ترانك نو شت داون اكسيت. خلصنا خلصنا، باقي الانترفيس متصلة بالهواتف. عندك من فاست ايثرنت 0/2 الى فاست ايثرنت 0/5، هذه تسويها اكسس او تسوي لها فويس فيلان. ومن فاست ايثرنت 5 الى 6 تخليها اللي هو اكسس فيلان. فتابعوا معي، نقول انترفيس رينج فاست 0/2 شرطة 6، تمام، نقول سويتش مود او سويتش فويس فيلان 100 انتر، نقول نو شت داون اكسيت. ندخل على الثانية او سهم فوق، بدل 2 تحط 5 وتقول له سويتش مود او سويتش اكسس فيلان 100 نو شت داون، او انا سويت نو شت داون اصلا بس للتأكيد. خلصنا من الانترفيسز، صارت برتقالية. خلصنا من الانترفيسز، هنا وش نسوي؟ ما عاد نسوي شيء، خلاص قفل السويتش. خلصنا، لو ضغطنا على السهم هنا ضغطتين ثلاث بيسرع عملية الاتصال. نصيحة، لا تشغل تليفونات شبكية، اي تليفون يشتغل قبل هذه راح تنسحب تحويلة من التحويلات هذه. لو هو عندك ترتيب تحويلة هذه تكون 101 شرط، تمام، فأي واحدة لازم تكون على نفس التحويلة. خلصنا من هنا، نجي للراوتر، ندخل على الراوتر، وهنا في الراوتر عندك بروتوكول، لازم تطبق بروتوكول والاي بي دي اتش تي بي. انيبل كونفيج تي، انيبل كونفيج تي، ونقول له هنا راوتر ريب فيرجن 2 نو اوتو سامري انتر، وخلصنا اكسيت، فعلنا البروتوكول. ندخل الان على موضوع من البروتوكول، ندخل على موضوع الاي بي، نفعل الاي بي. عندنا انترفيس فاس 0/0 تعطيه الشبكة الاي بي اللي هنا، فقول له هنا اول شيء انترفيس فاس 0/0 انتر، عطها نو شت داون بس، تمام. خلاص نفس الامر سهم فوق نقطة 200 هنا عشان نحط السب فيلان، فنقول هنا انترفيس فاست ايثرنت 0/0 نقطة 100 انتر، صارت اب. فنقول انكابسوليشن دوت اي 1 كيو وتحط الفيلان 100، تمام، وتقول الاي بي ادرس 192.168.17.1. ليش ما حطيت هنا صفر؟ انا ابغى شبكة الفيلان 17.1 وعطل سبنت ماسك انتر
تحط كويتشن مارك في امر نسويه، ما عاد في امر نسويه. ايش اللي نسويه؟ نسوي اكزيت نو شت داون. احنا في الفاست ايه نو شت داون اذا قبل معنا، ايوه، واكزيت خلصنا. تمام، الان ندخل على اي بي دي اتش سي بي. اي بي دي اتش سي بي اكسلودد ادرس 192.168.17.1. لو سوينا كوتشن مارك مسافة ما في عندك شيء، حط انتر خلاص. حط كوتشن مارك، لو ضيعت حط كوتشن مارك، فيقول لك هنا ما في شيء. خلاص حط الاي بي دي اتش سي بي الثاني، اي بي دي اتش سي بي بول، وتقول له فويس. بسم الله حطينا احنا في فويس، ايه فويس، انتر. لو سويت كوتشن مارك يقول لك عطني النتورك وعطني الديفولت راوتر وعطني الاوبشن، وهذه مهمة. فتقول له هنا النتورك 192.168.17.0، هو يبغى الشبكة. تمام، فتقول له هنا 255.0، انتر. الديفولت راوتر تعطيه الديفولت راوتر اللي هو 1، وتعطيه الاوبشن 150، الاي بي حق الاوبشن اللي هو 192 حق الفويس 17.1، انتر. لو سوينا كوتشن مارك ما عاد في شيء، نسوي هنا اكسيت. خلصنا، خلصنا من الاي بي دي اتش تي بي، وخلصنا من الاكسلود اللي هو اي بي، وخلصنا البول. الان ندخل على تليفون سيرفيس. هنا بيكون شغل على التليفونات. اول ما تدخل على التليفون سيرفيس سويت كوتشن مارك، يقول انا احتاج منك الماكس عدد الهواتف تضيفه، واحتاج منك عدد التحويلات تضيفها. تمام، وتسوي لي اوتو اساين. الاوتو اساين يسجل الهواتف بدون ما تدخلها يدويا. فبعد ما ندخل وتعطي الاي بي اللي هو اكسلود اللي هو الاي بي سورس مهم. فتلاقي في تليفون سيرفيس اول حاجه تسويها تقول اي بي سورس. تمام، تحط حق الفويس 1. لو مسافه وسويت كوتشن مارك يقول لك عطني البورت، كم رقم البورت حق المنفذ؟ 2000، انتر. بعدين تقول هنا ماكس ايفون كم عدد الهواتف؟ 6. وتقول له ماكس دايركت نمبر كم عدد التحويلات؟ 6. وتقول له اوتو اساين من 1 to 6، من 1 to 6، انتر. بعدين تقول له اكسيت. خلاص كده خلصنا من التليفون سيرفيس. قلت له سجل لي 6 هواتف، عددها كده وتحويلاتها كده. طيب عدد التحويلات 6. طيب الان بعد ما خلصنا اللي هو التليفون سيرفيس، ندخل على التليفون نفسه. نقول ايفون دايركت نمبر اول تليفون، نعطيه 1، انتر، صار اب. تمام، ونعطيه نمبر، نمبر كم تحويله؟ 1001. بعدين تقول اكسيت سهم فوق كم التليفون الثاني وكم الرقم حقه، تقول 2002 واكسيت. وعلى نفس الطريقة سجل الثالث ونفس الموال، تحويلته كام؟ 3، اكسيت سهم فوق، تليفون الرابع تحويله 4، اكسيت تليفون الخامس تحويلته، اوه تليفون الخامس تحويلته لو كم نمبر 5، اكسيت. بعدين اند. طيب كده خلصنا جميع الاعدادات. تليفونات ما شغلتها شبكية عشان ما تاخذ اي تحويلة من هنا. ندخل هنا ما هو شغال، انا اقول لكم ليش. لو سرعنا هنا برضو ما راح يشتغل، ما راح يشتغل. ليش؟ لان ما ادخلت الاي بي على الانالوج نفسه، اي بي الفويس. فندخل على الجهاز الاول، لا تدخلها الاثنين مع بعض، لا انتبه. اول واحد يقول لك ابغى التحويله تكون هنا، فحط اي بي 192.168.17.1، انتر، واكس. سرع العمليه هنا تحت، خذ التحويله 1001، وهنا نفس الشيء 17.1. بعدين تسرع العملية هنا، خذ التحويلة 1002. تعال الحبيب هنا وشغله. خلاص الآن أنت مرتاح، شغل التلفون وانتظر هنا، شوف بياخذ تحويلة. نحسب له 5 ثواني إلى 10. 1 2 3 4
خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، ما أخذ تحويلة خلاص من هنا، سرعها من هنا. أخذ التحويلة 1003. ونطبق الحبايب الثانيين نفس الشيء، تعالوا يا حبايبنا وين التحويلة، يلا. فيفترض ياخذ بعد 10 ثواني بالكثير، بس احنا نعجل بالموضوع. خذ التحويلة خلاص 1004. لو جاك اختبار زي كذا وانت مطبق هذا العمل كذا معي، بتاخذ 10 من 10. سرع العملية. احيانا بعض الاسئلة تجيك في الاختبار 5، يقول لك الان بعد ما شغلتها كامل verify connection، سوي اتصال ما بين الانالوج الى الشبكي، وما بين الشبكي مع بعض وبين الانالوج مع بعض. نجرب الانالوج مع بعض. خلينا ندق على 102 اللي هي التحويلة هنا، تعال هنا وانت هنا، وين التلفون الثاني، يلا شغال. العكس 101 شغال تمام. طيب كذا اطمننا خلاص، وهنا 100% بيشتغل. بس خلاص هنختصر الموال ونحط من الانالوج الى اي هاتف شبكي، واذا دق معه معناته بيدق على البقية. كم التحويلة؟ 103 او 1003. سلام زي العسل. طلع بالغلط ورن ما شاء الله. يلا هو التحويلة 1 101. ايه خلاص اموري سليمة. هذا هو درس اليوم، ولعب اليوم له نقل الصوت، كيف تشغل تليفونين انالوج وهواتف شبكية اي بي تليفون، سوي لها كونفيجريشن للسويتشات. اتمنى الدرس انه واضح سريع، واي استفسار لا تنسون تشتركون بالقناة عندي، وكل جديد باذن الله في الشبكات وفي نقل الصوت وفي المصادر المفتوحة اللي هي لينكس راح يكون انزله او بنزله في القناة باذن الله، وفي امان الله.